السلام عليكم أصدقائي، معكم ضاء من قناة أسهل وأسرع الوصفات. النهاردة معانا وصفة الكاتشب، سهل جدا وسريع وبطريقة مميزة زي بتاع برة بالظبط، زي ما بتشتريه من برة بالظبط. ممتاز جدا جدا وتحفة، هيعجبكم، جربوه. ما تنسيش تعملي لايك للفيديو، ما تنسيش تفعل الجرس عشان يوصلك كل يوم أفكارنا الجديدة ووصفاتنا السهلة والسريعة كل يوم. نبتدي بقى مع بعض. معانا هنا 2 كيلو من الطماطم، هنغسلها كويس جدا جدا وهنقطعها قطع، تمام. معايا هنا بقى 2 من الفلفل الرومي، وواحدة فراولة كبيرة، وواحدة بنجر صغيرة بالشكل ده كده، وتفاحية، وفصوص من الثوم، وثلاث قروم من الشطة، وبصلاية متوسطة. هنقطع الطماطم بالشكل ده كده زي ما انتوا شايفين، ومعانا المقادير زي ما قلت لكم. في الكبه بقى هنبتدي نضيف البصله، هنقطعها ونضيف البصله، ونضيف القرون الحار، تلات قرون من الفلفل الحار، وشويه من الثوم. لو عندك ثوم كبير تقدري تحطي 4 فصوص، والفلفل الرومي، قرن كبير او قرنين وسط من الفلفل، وواحدة من البنجر. هنفرمهم كويس جدا في الكبة، بس مش هنفرم البنجر دلوقتي مع البصل والثوم والفلفل. هنفرم بس البصل والثوم والفلفل الحار والفلفل الرومي بالشكل ده كده، فرم ناعم جدا زي ما انتوا شايفين كده. خلاص بقى كده فرمناه، هنبتدي بقى في طاسة على النار، على نار متوسطة. بعد ما اتأكدنا ان هو اتفرم كويس بالشكل ده كده، على نار متوسطة بقى هنضيف معلقتين كبار من الزيت، ومعلقتين كبار من الزبدة، على نار متوسطة بالشكل ده كده. بعد كده هننزل بخليط البصل والفلفل والثوم بالشكل ده كده، وهنفضل نقلب فيهم كده 3 دقايق لحد ما يدبلوا كده. هنسيبهم على النار شوية ونقلبهم كل شوية. دلوقتي بقى هنفرم مع بعض التفاحية، هنقطعها، هنضيف البنجراية، دي بتزود قيمتها الغذائية وبتديلها لون برضو كويس، الفراولة والتفاح، دول بيدوا برضو تسكيرة كده للوصفة وطعم مميز جدا زي اللي ما بتشتريها من المحلات بالظبط، تحفة جدا، جربوها. هنفرمهم كويس جدا بالشكل ده كده، بعد ما نفرمهم بالشكل ده كده نفرمهم فرم ناعم زي ما انتوا شايفين، تمام، ويبقوا جاهزين معنا. دلوقتي بقى هنروح نقلب البصل والثوم اللي على النار بالشكل ده كده. خلاص هما يعني تقريبا دبلوا كده شوية معنا. هنبتدي ننزل بالطماطم بتاعتنا بعد ما غسلناها وقطعناها، ونقلبها شوية معاهم بالشكل ده كده زي ما انتوا شايفين. بعد كده هنغطي عليهم وهنسيبهم ربع ساعة لحد ما الطماطم تتهرس خالص. زي ما انتوا شايفين كده الطماطم بدأت
تستوي خالص وتتهرس بالشكل ده كده اهو. طبعا مش هنحط لها اي ميه ولا اي سوائل ولا اي حاجه. هي الطماطم هتنزل ميتها وهتستوي بالشكل ده كده زي ما انتوا شايفين. هنقلبها ونغطي عليها برضو. شايفين الطماطم هي اللي عملت الميه دي كلها. هننزل بقى بخليط التفاحه والبنجر بالشكل ده كده وهنقلبهم معاها بالشكل ده كده. هنقلب كويس والطماطم بدأت تتهرس بالشكل ده كده زي ما انتوا شايفين. هنغطي بقى عليها ونسيبها 10 دقايق كمان. وكل شوية هنشوفها ونقلبها كده. زي ما انتوا شايفين كده بدأت الطماطم تتهرس خالص بالشكل ده كده. هنطفي عليها بقى النار وبعد كده نبتدي نفرمها بالهاند بلندر او تضيفيها في الخلاط تفرميها. هنحطها بالهاند بلندر كده بالشكل ده كده خالص عشان كل المكونات تتجانس مع بعض بالشكل ده كده. هنبدأ بقى نصفيها في مصفى. هنضيف المصفى وننزل بالخليط بتاعنا ونصفيه كويس. بالشكل ده كده. هنصفيه كويس جدا بالشكل ده كده. وبعد كده هنضيفه على النار تاني بعد ما هنصفيه. خلاص كده صفيناه. زي ما انتوا شايفين اهو هنضيفه على النار بقى تاني. بعد كده هنضيف عليه نار هادية جدا. هنضيفه على نار هادية جدا. هنضيف عليه معلقة كوباية من الخل زي ما انتوا شايفين كده. وهنقلب كويس. هنهدي النار جدا ونضيف كوباية من الخل ونقلب كويس جدا بالشكل ده كده على نار هادية جدا جدا. بعد كده هنضيف معلقتين كبار من السكر. معلقتين كبار من السكر البني. وهنقلب كويس. نخلطه كويس جدا زي ما انتوا شايفين. وهي على نار هادية جدا. ما تنسيش تعملي لايك للفيديو وما تنسيش تتابعينا عشان يوصلك كل يوم افكارنا الجديدة ووصفتنا السهلة والسريعة. هنضيف معلقة من البابريكا وهنخلط كويس جدا بالشكل ده كده برضو. وهنضيف معلقة من الثوم البودر ونقلب. وهنضيف كمان معلقة من بصل بودر وثوم بودر زي ما قلتلكوا ضفنا الثوم البودر. وهنضيف دلوقتي معلقة من الثوم البودر. هيبقى معلقة من البصل البودر ومعلقة من الثوم البودر بالشكل ده كده ونقلب كويس. ومعلقة من الكمون. وشوية من الملح. معلقة من الملح. وهنقلب كويس جدا جدا. بالشكل ده كده وهي على نار هادية. هنسيبها ربع ساعة على نار هادية. وبعد كده زي ما انتوا شايفين تحفة جدا جدا. احسن من المحلات. وما فيهاش مواد حافظة. جربوها تعجبكم جدا جدا.